نجاح الدبلوماسية السعودية في تمرير قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن مؤخرا عبد الطريق أمام ترطيب الأجواء السياسية بين موسكو ورياض. فتخلي روسيا عن استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار خطوة متقدمة بنت عليها المملكة تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. سلسلة اجتماعات ولقاءات نشطة عقدت بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والسفير الروسي أوليغ أوزيروف في الرياض في الفترة القليلة الماضية، تقارب أسفر عن الزيارة التي يوجهها الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ويلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وعددا من المسؤولين الروس. زيارة هي الأولى لولي العهد إلى روسيا منذ توليه منصبه. بيان أصدره الديوان الملكي ذكر أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة الحكومة الروسية، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين. جهود التقارب بين البلدين تخيم على الزيارة التي ستتناول بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي ملفات ثنائية وإقليمية عدة، في مقدمها الملف السوري والوضع في اليمن والعراق وليبيا والقضايا الإقليمية الأخرى. بشاير المطيري، العربية. إلى ذلك ألقت صحيفة كوميرسانت الروسية الضوء على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقالت إن زيارة ولي العهد ذات أهمية خاصة، يحضر خلالها منتدى سانت بطرسبرغ ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث العلاقات الثنائية. وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينضم وزير الخارجية السعودي عادل جبير لتفعيل العلاقات بين البلدين. ووفق مصادر روسية قد تشكل الزيارة مقدمة للقاءي قمة في كل من الرياض وموسكو، وتأتي زيارة ولي العهد تلبية لدعوة الرئيس الروسي كان قد وجهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وانضم إلينا من سانت بطرسبرغ مراسل العربية مازن عباس. مازن، مرحبا بك. ما الجدول المتوقع لهذه الزيارة أولا؟ يعني اللقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون غالبا غدا عقب افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي. حتى الآن لا تزال المعلومات يعني قليلة للغاية، ومن المتوقع أن يكون خلف أبواب مصادة، ولكن بحسب تسريبات أيضا من فريق عمل الذي يعد لهذه المحادثات فإن الملفات السياسية الأساسية مثل اليمن وسوريا وإيران أيضا ستكون حاضرة في هذا اللقاء، كما أنه من المتوقع أن يتم تسليم رسالة للرئيس بوتين. الرئيس بوتين يخطط لزيارة وجولة في الخليج العربي بحسب هذه المصادر بداية الخريف القادم، وستكون الرياض على رأس قائمة هذه الدول التي سيزورها. من المعروف بالتأكيد أن الملفات السياسية وخاصة لكن حتى الآن ليس هناك أي معلومات بداية عن الطريقة التي يمكن أن يستأنف من خلالها هذا التنسيق السعودي الروسي على المستوى السياسي. يعني الجانب الروسي يرى أن لقاء الأمير محمد بن سلمان ربما سيضع يعني تصور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأطر التي سيقع على عاتقها عملية استئناف التنسيق والتعاون السعودي الروسي على مختلف المستويات، وبشكل خاص على المستوى السياسي، باعتبار أن التعاون والتنسيق على المستوى الاقتصادي يعني قد بدأ يأخذ خطوات عملية بالفعل. اليوم افتتح اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي، وكان يعني افتتح الاجتماع رجل الأعمال الروسي المعروف يفتوشينكا، وهو رئيس مجلس الأعمال العربي الروسي. هناك عدد من الاتفاقيات المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع، ما يتعلق بالاستثمار في مجالات النفط وأيضا في مجال الزراعة وفي مجال الإسكان. من المعروف أن مجلس رجال الأعمال السعودي الروسي الذي تأسس عام 2008 يعني كان من نتائج عملي أن شركات روسية وقعت اتفاقيات للمساهمة في التنقيب مثل شركة لوكويل وروسنفط، وأيضا هناك تعاون في مجالات الري والزراعة. ما يتعلق بالجانب السياسي يبدو واضحا أن هناك تقارب في المواقف بين روسيا و السعودية في الملف اليمني، وعلى الأقل هذا ما نقلته مصادر من الكرملين لنا، باعتبار أن موسكو منذ بداية الأزمة اليمنية حرصت على أن تدعم فعليا الموقف السعودي، حيث أنها لم تستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار 2216، رغم أنها استخدمت هذا الحق عدة مرات بشأن الملف السوري. وأيضا كانت زيارة ميخائيل باكدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الرياض، والتي استقبله خلال العاهل السعودي الملك سلمان،
وأيضا ولي العهد ووزير الخارجية. كانت زيارة هامة لأنه حمل خلالها رسائل سياسية وأيضا رسالة دعوة للملك عبد الله لزيارة موسكو. هذا فيما يتعلق باليمن اعتبرتها بالنسبة للملف السوري، هل نتوقع منه أيضا تغير في الموقف الروسي فيما يتعلق بالموقف من الأزمة السورية؟ موسكو لا تزال تتحدث عن ضرورة إيقاف القتال في اليمن واللجوء للمفاوضات السلمية. موسكو استقبلت منذ أسبوع وفد من الحوثيين وطلبت منهم إلقاء السلاح والتوقف وتنفيذ القرار. سألتك عن سوريا مازن. هذا أما عن سوريا فيعني لا تزال هناك يعني أفكار كثيرة مطروحة في الوساطة الروسية، باعتبار أن موسكو بدأت تدرك خلال الفترة الأخيرة أن الرئيس بشار الأسد فقد الكثير من المواقع والقدرة على السيطرة على الأرض. هناك مناقشات جادة في موسكو حول مخاطر داعش وضرورة يعني وضع سياسة ووضع خطط محددة لمواجهة داعش، وهي تجري مفاوضات مع المعارضة ومع النظام في هذا السياق. مازن عباس من سانت بطرسبورغ، مراسل العربية.